السيد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، شكرا لحضرتك، تحياتي لحضرتك ولكل السادة النواب. الحقيقة أنا باسمي وباسم كل السادة النواب بل باسم كل الشعب المصري بنفوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات دفاعا عن القضية الفلسطينية وحفظا للأمن القومي المصري. الحقيقة المشاهد المروعة اللي بنشاهدها يوميا بتحدث في قطاع غزة من اعتداء على المدنيين، من اعتداء على العزل، من اعتداء على السيدات، على الأطفال، أصبحت مشاهد متكررة وتدمي قلوبنا جميعا. أنا عايز أقول لحضرتك أن الشعب المصري اللي بيزيد عدده عن 100 مليون مواطن قادر على أنه جميعا يرتدي أفروله ويطلع يدافع عن أرضه وعن القضية الفلسطينية. بنؤكد على رفضنا التام لأي عمليات للتهجير القسري للفلسطينيين، وزي ما قال السيد الرئيس بالأمس عندكم صحراء النقب، إذا كان ده مطلوب فلتكن صحراء النقب هي البديل. الحقيقة احنا بنطالب أيضا بأن يكون هناك ممرات آمنة لدخول المساعدات الطبية والغذائية لكل أهلنا في قطاع غزة. بنطالب أيضا بانتهاء هذه الحرب الوحشية وهذه الإبادة الجماعية، وبنطالب أيضا بأن تكون هناك رؤية دولية واضحة من الكيانات الدولية التي يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان، وألا يكون هناك كيل بمكيالين. شعب فلسطين كلنا كمصريين في ظهركم بنؤيدكم وبنساندكم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا.